احتضنت مدينة تعز المسابقة الدولية الثانية للعبقري الصغير، حيث يشارك فيها 240 متنافسا يمثلون 186 مدرسة من 6 محافظات. وتأتي المسابقة ضمن التصفيات للمسابقة الدولية المرتقبة في الأشهر المقبلة. وبحسب القائمين على المسابقة، فإن أهميتها تكمن في أنها تمثل حافزا للطلاب على تحقيق المزيد من اكتساب المعارف وتطوير المهارات. استطعنا اليوم أن نجشن البطولة الوطنية الثانية في الجمهورية اليمنية في جامعة تعز. شارك تحت سقف واحد 81 مدرسة حكومية وخاصة لعدد 240 طالب وطالبة. بحمد الله استطعنا أن ندشن هذه المسابقة بوجود السلطة المحلية وجامعة تعز. كون هذا البرنامج له أهميته النفسية والذاتية على الطفل، بحيث أنه هذا البرنامج يعد من أهم البرامج الذي ينقل الحالة الشعورية للطالب ويشعر بالتفوق، وبالتالي ينتقل إلى التفوق في بقية الحصص الدراسية. وهكذا بعد هذه المسابقة صفوة الطلاب سيشاركون في المسابقات الدولية.